اسمعت وحقيقه اشكر الدكتور رمزي على الجهود الجباره اللي بذلها بتنظيم وتجهيز لهذه الدوره. واليوم يسعدنا ويشرفنا يكون معانا الدكتور حامد المفرجي والمهندس نصير للتحدث عن امراض القلب واعراض. نبدا عن الدكتور حامد من مواليد بغداد، خرج من كليه الطب جامعه بغداد بال 1991، هاجر الى استراليا 1977، وبدا العمل فيها بعد عامين، وتخصص في عام 2001 بمجال القلب والقسطره وفتح الشرايين باختصاص دقيق. حاليا يعمل بمستشفى بانكستان ومستشفى ار بي اي، وعنده عياده خاصه في بانكستان، واهتمام الخاص لنا بتصلب الشرايين وعلاجها باستخدام القسطره. من ناحيه شخصيه الحقيقه انا عندي شيء اقوله، انه دكتور حامد هو كان الطبيب المعالج لمرحومة والدتي لي اكثر من 10 سنين، ويعني الحقيقه هو دارها من اول ما اكتشفنا بها مرض القلب الى اخر ايامها. فانا احب اشكره شكرا جزيلا على جهودك ويانا دكتور حامد، وبالاضافه الى وجود يعني عدد من المرضى هنا قاعدين اللي دكتور حامد هو دكتورهم واللي يداريهم. فرحب دكتور حامد، وارجو ان يتفضل يعطينا المعلومات اليوم. ثانك يو. مساء الخير مره ثانيه. البدايه حبيت اشكر الجمعيه العراقيه على هذه الدعوه، بالاخص الدكتور رمزي ابو العيد على تحت هاي الفرصة، والشكر موصول للأخ دريد على هاي المقدمة اللطيفة. وأشكركم مرة ثانية، عرفتونا على هالوجوه الطيبة وذكرتونا بالعراق، موزايك الشعب العراقي. دكتور رمزي ودكتور دريد طلبوا مني نتكلم على أمراض القلب. حقيقة هو فد موضوع شائك وموضوع كبير، فحبيت اختصرتها في نقاط معينة، وحاولت أن أتكلم طريقة بسيطة عراقية جلفية ودبر يعني. فهاي صورة مبسطة للقلب، هو مقطع عرضي القلب. خلينا نقول نتخيل هي تكون من 4 غرف. الجهة اليسار هذه هي الأذين الأيسر والبطين الأيسر، الأذين الأيمن والبطين الأيمن. فهذه بيناتهم يكون صمامات، 4 صمامات، 1 2 3 4. هاي الشرايين اللون الأزرق هو الدم اللي هو غير الفاسد أو الدم الغير أكسجي، والدم الأحمر القاني هو الدم الأكسجي. فأمراض القلب خلينا نقول أكثريتها هي إما تكون في عضلة القلب، فيكون تؤدي إلى فشل القلب أو الهارت فيلر مثل ما يسموه بالإنجليزي، أو فشل بصمامات القلب، أو ممكن تكون كهربائية القلب. بس أهم الأمراض هو تصلب الشرايين، وشرايين مو هذه الشرايين الكبيرة، هي شرايين دقيقة تكون عادة هي تجهز القلب من يعني ما نقدر نشوفه هنا، في صورة أخرى ممكن نشوفها. ليش أمراض القلب مهمة؟ لأنه حقيقة الأمر أنه أستراليا والعالم كله أمراض القلب والأوعية الدموية وخصوصا الشرايين الدماغية، كل 12 دقيقة يموت شخص بسبب القلب أو بسبب الشرايين الدماغية. 1 كل 6 من الأستراليين عندهم مرض قلب، 4.2 مليون شخص عندهم مرض معين من القلب، من ضغط الدم الى تصلب الشرايين الى فشل القلب الى تصلب الشرايين الدماغيه. حوالي 490 الف شخص يدخل المستشفى في عام 2014 و2015. حوالي 30% من الاسباب الموت هي نتيجه امراض القلب والاوعيه الدمويه. هي اكثر تكون من الناس اللي الاصليين والناس اللي الانكم مالتهم قليل، لانه الثقافه الصحيه اقل تكون. المرض الاول حبيت اتكلم عليه هو كل الناس هم يعرفونه، هو ارتفاع ضغط الدم، ومرض هذا شاسع معروف، كل الناس يعرفون هذا المرض. بس عاده خصوصا بالناس اللي
يعني اللي هم ثقافتهم قليلة، ناس اللي هم ما يهتمون لنفسهم، عادة يعتبروا هو مو مرض حقيقة الأمر، لأنه ما في أعراض معينة، ما يحسون في أعراض معينة. وأسباب ارتفاع ضغط الدم هي في نوعين من ضغط الدم. النوع الأول هو اللي هو البرايمري، حوالي 90% من ارتفاع ضغط الدم أسبابها غير معروفة، آراء مجهولة، بس أكو مسببات أو أشياء تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. أول شيء هي العامل الوراثي، عادة العامل الوراثي هو مهم جدا، حوالي 80% من الناس اللي عندهم ضغط هم عادة يكون واحد من أهلهم أو الاثنين من أهليتهم يكون عندهم ارتفاع ضغط الدم. النوع الثاني الأسباب الأخرى ممكن طريقة الأكل، زيادة الأملاح، زيادة تناول الكحول، السمنة المفرطة، عدم أو قلة الرياضة، خلينا نقول أو قلة الحركة، ممكن بعض الأدوية ممكن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. هذه المسببات تؤدي إلى السبب الأول أو النوع الأول من ارتفاع ضغط الدم. النوع الثاني هو سكندري، عادة في الغالب أكو سبب، وأهم الأسباب للنوع الثاني هو يكون إما يكون فشل كلوي أو يكون أسباب أمراض كلوية مثلا التهابات، يقولون التهابات الكلية، وعندنا دكتور نفرولوجيست يمكن يعرف أكثر من هالموضوع، وعندنا أسباب أخرى مثلا الغدة الدرقية خصوصا إذا تكون أوفر أكتيف. بعض الأدوية ممكن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم اللي هي أدوية الالتهابات المفاصل، أدوية النشلة، ممكن هذا الكوبان فلويه كوداين ممكن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، بس عادة يؤدي يكون وقتي هذا الارتفاع، بمجرد ما توقف الدواء ممكن يرجع الضغط إلى طبيعته. والألكحول أبيوز طبعا هذا مهم. شلون نعرف إحنا عندنا ضغط؟ أول شيء الإنسان إذا عنده عامل وراثي، يعني أبوه أو أمه عندهم ضغط أو أخوه، لازم ينتبه دائما يحاول يقيس ضغطه. يعني يقيس ضغط مو اللي يشتري جهاز ضغط وكل ربع ساعة يقيس الضغط، لا، ممكن أي زيارة للطبيب أو إذا مكان صيدلية أو مكان ممكن يتابع ضغطه، يعني بين فترة وأخرى، لأن ممكن يكون عندك الضغط وأنت ما حاسس به أصلا. يعني ليش إحنا نقيس الضغط ونحاول نشخص الضغط؟ لأنه ممكن إذا اكتشفنا المرض مبكرا وعالجناه مبكرا ممكن نمنع أشياء كثيرة اللي هي مضاعفات الضغط هسه نجي عليها. شنو دائما المريض يسأل يقول ياه الطبيعي بالنسبة لعمري، واحد يقول لي 120، واحد يقول لي 130، هي خلينا نقول أحسن ضغط هو 120/80، بس هو يكون بين 100 إذا واحد ما عنده أعراض، بين 100 وال 140 هذا العالي، وبين 60-90 هذا يعتبر طبيعي. أكثر من 140/90 هذا يعتبر الإنسان عنده ارتفاع ضغط الدم. شنو إحنا من واحد يكون عنده ضغط دائما يسألنا هذا السؤال، إيش قد يكون لازم ضغطي أنا؟ هذا بعمري إيش قد يكون ضغطي؟ إذا أنا عمري مثلا أقل من 60، إذا أقل من 60 والإنسان ما عنده أي أمراض أخرى، لا عنده مرض سكر، لا عنده مرض كلى، لا عنده أي أشياء مصاحبة، لا عنده جلطة قلبية أو جلطة دماغية في السابق، فالضغط ممكن تكون في مرونة. أقل من 150/90 ممكن يكون مقبول بهذا، يعني أقل من 60 لازم يكون أقل 140/90، أكثر من 60 ممكن إحنا يكون 150/90 يكون، أو أقل من 150/90 يكون هو مقبول. بس الإنسان إذا عنده أمراض، مرض سكر أو مرض كلى أو جلطة قلبية، جلطة دماغية في السابق، لازم يكون أقل من 140/90 المعدل. شنو المضاعفات أمراض ضغط الدم؟ أهم المضاعفات هي الجلطة الدماغية. جلطة الدماغية، الضغط يؤدي إلى جلطة دماغية من النوعين. النوع الأول هو نزيف، ممكن يكون نزيف، انفجار في أحد الشرايين المجهزة للدماغ تؤدي إلى نزيف. والنوع الثاني جلطة دماغية بسبب انسداد بعض الشرايين الصغيرة تؤدي إلى جلطة دماغية. المضاعف الثاني هي ممكن يؤثر على الكلى ويؤدي إلى فشل كلوي، لأنه يسوي انسداد بالشرايين الصغيرة اللي تجهز الكلية، ممكن يؤدي إلى فشل كلوي.
المضاعفات الأخرى ممكن يأثر على العين، ممكن يأثر على شرايين دقيقة العين، ممكن يؤدي إلى العمى، ممكن يؤدي إلى أمراض. وعندنا طبيب عيون موجود هنا ممكن تسألوه على تأثير ضغط الدم بالاستراحة. شنو المضاعفات الأخرى؟ ممكن حتى يأثر على الذاكرة ويأثر على التركيز. إذا ضغط عالي دائما تشوف الإنسان دايخ، يعني ما يعرف شلون، ما يفقد التركيز يعني. فبعد ما شخصنا المرض راح نعالج. شلون نعالج؟ تعتمد على المريض، تعتمد على الطبيب العائلة، وتعتمد إذا أخصائي يحتاج. أول شيء هي اللايف ستايل، شلون تغير شلون الإنسان. طبعا انتباه على كمية الملح، الرياضة، تقليل المنبهات الكافيين، الكوكايين، هذه الأشياء اللي هي الليجل كمان، هذا ممكن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. بعض الأدوية اللي هي النانستيرويد النيوروفين، الكوداين اللي فيها الكوداين فلو تابلتس، كل هاي ممكن. فننصح المريض ضغط الدم أن يبتعد عن هذه الأدوية التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. بعدين بالنسبة للأدوية، سؤال دائما هذا يسأل المريض، شنو أحسن دواء لي؟ يعني ماكو دواء ماجيك، يعني خلينا نقول سحري إنه هذا إلك ومو لغيرك. أدوية الضغط موجودة أكثر من 10 أنواع، وكل نوع تحت يكون 4 إلى 5 أنواع، يمكن حوالي 30 إلى 40 دواء موجود في أستراليا هو الارتفاع ضغط الدم. فأي دواء هو ينزل ضغطك تحت 140 على 90، هذا هو دواء. وبالبداية الاختيار يكون أكو أنواع معينة، ممكن يكون الإنسان عنده مرض سكر فيكون نوع معين من الأدوية يستخدمه، ممكن الإنسان عنده مرض كلى نوع معين من الأدوية، بس في الغالب الأدوية كلها هي متشابهة. فتبدي بدواء واحد في الغالب 20% من الناس اللي عندهم ضغط دواء واحد يكفي، بس حوالي 50 إلى 60% يحتاجون أكثر من دواء، ممكن أدوية اثنين، ممكن 3 أدوية، وحالات 10 إلى 20% يحتاجون 4 أدوية. في كثير من المرضى يسألون على السؤال، ليش أنا أحتاج هالقد أدوية؟ ليش ضغطي ما ينزل؟ أنا واحد جيراني هذا يأخذ هذا الدواء بس ممكن تطيني من هذا الدواء. ودائما يلومون الطبيب العائلة، يعني الدكتور دري يمكن يعاني من هالموضوع أكيد أكثر من عندنا يعني. فالرسالة اللي أريد حبيت أقولها بالنسبة لارتفاع ضغط الدم هو إنه أنت لازم تكون صبور. في البداية يمكن أول جرعة ضغطك يكون أحسن ما يكون وهذا هو تعيش مرتاح، وهذا بس ممكن يصير عندك حساسية. طيب العائلة لو لا طيب الاختصاص راح يعرف إنه عندك الحساسية، لا إذا ما تجرب هذا الدواء. فبالبداية إنه تكون صبور، تأخذ الدواء مهم جدا، لأنه ممكن تمنع أشياء كارثية إذا ما أخذت الدواء بالنسبة لارتفاع ضغط الدم. فإذا أكو أسئلة بعدين نتناقش فيها بعد الاستراحة مسألة ارتفاع ضغط الدم. المرض الثاني هو الأهم، هو هذا اللي هو يعني أكثر شيء يعني أركز عليه، هو تصلب الشرايين التاجية. مثل ما قلنا القلب يتجهز من 3 شرايين مثل شجرة وفروعها، هاي يجهز عضلة القلب. في البداية القلب هو وظيفته يدفع الدم إلى كل أنحاء الجسم، بس قبل ما يدفع الدم إلى كل أنحاء الجسم لازم يجهز نفسه على مود يعيش، يحتاج أكسجين. هذه شرايين صغيرة بين 2 مليمتر قطر مالتها إلى 4 مليمتر، فأشياء صغيرة، فهذه ممكن تتصلب مع الوقت، تتصلب بأسباب ومسببات سنتكلم عنها، وتؤدي إلى الذبحة الصدرية والجلطة القلبية. فتصلب الشرايين هو 1.2 مليون استرالي عندهم هذا المرض، هو واحد من الأسباب الرئيسية للموت. حوالي 20,000 استرالي، يعني 12% من أسباب الموت هو لأسباب تصلب الشرايين، وكل 27 دقيقة يموت شخص استرالي من جلطة قلبية. فشينا هاي الأسباب المقدمة عن العفو. شنو المسببات تؤدي إلى تصلب الشرايين؟ واحد دائما يسأل نفسه يقول أني ممكن يصير عندي تصلب شرايين. كل إنسان ممكن يصير عنده تصلب شرايين. بعد العمر 20 سنة تبدي يسمونها البلاك أو تتجمع طبقة على الشرايين
وهتكون في البداية مستقرة ما عندها مشاكل. بس إذا عندك واحدة من هذه الأسباب هتكون أنت معرض للجلطة أكثر من غيرك. في نوعين من هاي الأسباب. نوع ممكن نغير به إحنا. الدخان ممكن نغير به ولو صعب على الناس يبطلوا. بس إذا بطل الدخان طبعاً تقل خطورة. ضغط الدم مثل ما حكينا إذا نعالجه لأنه ممكن نغير به. السكر واحدة من الأسباب الرئيسية لتصلب الشرايين. كوليسترول، السمنة الزائدة وقلة الحركة، كحول المفرط وأعمار قبل تحت 50 بالنسبة للنساء إذا يأخذون مانع حمل اللي هو الأستروجين اللي فيه بيس. بس إذا يكون عندهم أعراض أخرى مثل ضغط الدم أو سكر أو التدخين إحنا ننصح إنه يستخدمون أشياء أخرى غير الكونتراسبت غير الكومباين كونتراسبت. الأشياء اللي ممكن ما نغير اللي ما ممكن نغير بيها مثل العمر ما ممكن نغير بيها الجندة ولو هسه ممكن الناس يبدون ممكن يصير تغيير والعامل الوراثي العوارض ما نقدر نغير بيه وهذا من أهم الأعراض كثير ناس عندهم بالثلاثينات سعتهم جلطة ما عندي أي شيء بس تسأل العامل الوراثي تلقى العامل الوراثي موجود عندهم وهذه من أهم الأشياء اللي نشوفها بالأعمار الصغيرة خصوصا جاليات مثل العربية واللبنانية في كثير أكو عندهم هذا العامل الوراثي مهم جدا يعني. حطيت هاي الصورة لأنه تثقيفي للناس في الغالب الناس يقول لك إنه هذا القلب الوجع يصير عندي هنا أنا صارت عندي هذا وجع هنا أنا نغزة يمكن هذا قلبي مو هنا أنا فدائما إحنا نقول ألم الجلطة أو ألم الذبحة الصدرية في الغالب يكون في وسط الصدر ألم مفاجئ فأكو نوعين لتصلب الشرايين أول شيء الأنجينا اللي هي الذبحة الصدرية الذبحة الصدرية هي ممكن تكون مستقرة ممكن تكون غير مستقرة هو تضيق واحدة من الشرايين التاجية يؤدي إلى ألم خصوصا مع الحركة مع الرياضة الإنسان يمشي يطلع درج أو مكان مرتفع أو جهد أو ممكن عفوا حتى يكون بالممارسة الجنسية يصير عنده ألم بالصدر هذا الألم مصاحبة ضيق نفس ممكن الألم يروح إلى الرقبة ممكن يروح إلى الإيد أو ممكن يصاحبة غثيان أو بس في الغالب يكون من الحركة بعض الأحيان يكون حركة بسيطة إذا يكون الإنسان وهو مرتاح هذا يكون عدم استقرار أو يؤدي إلى جلطة ويحضرني حالتيا يعني بعض الأحيان تكون الأعراض مختلفة تماما عن ما قلت يعني مثلا أكو مريض شفته قبل سنتين ألم كان في معدته مثلا الألم في المعدة بس يمشي يصير عنده ألم في رأس المعدة وكان هو هذا القصة لطيفة فيها يعني كان هو متعارك ويا زوجته ولبناني هو الأصل بس ولا أذكر أسماء فكان يريد يسافر ويريد يتزوج عمره 65 سنة هو فقال شيء قلبي أشوف أقدر أتزوج له لا فسوينا له ستريس تيست مشينا على السويدمين فصار عنده الألم في فبول المعدة وصار عنده التغيرات بالتخطيط فحولنا إلى قسطرة وبدل ما يتزوج سوينا له عملية باي باس سيرجري وبطل يتزوج قصة ثانية بالآلام هذه فواحدة من الأمهات العراقيات تذكرنا بالأيام صار عندها ألم بالأسنان صار لها سنة جاية لأستراليا تقريبا ألم بالأسنان ما شافت ما خلت طبيب أسنان ما شافته تقول لي يما أسناني كلش زينة أبو عليها والله زينة أسنانك تقول كل ما أمشي يصير عندي ألم بالسنون فما قدرت أسوي فحص جهد لأنه مرة كبيرة فشكيت إنه هذا تصلب شرايين فوديناها سواء القسطرة طلع 95% من أحد الشرايين الرئيسية النازل هو مضيق فتحناه بستنت وراح الألم فيعني ممكن الأعراض تكون واحد يرقي ممكن الأعراض تكون مختلفة الناس اللي أعراضهم مختلفة في الغالب يكونون إما تكون نساء لأنه حتى طبيعة المرض بالنساء هو مختلف عن الرجال اللي عندهم سكر الآلام تكون مختلفة
وكبار السن الآلام تكون مختلفة. فهي بالنسبة للذبحة الصدرية، الجلطة أو الأي أم آي أو الجلطة القلبية عادة يكون الألم مفاجئ، يعني يكون يعني دائما هم يسألون ليش أنا صار عندي، يكون شو ما بي جنت يعني أمشي وأطلع وأركض، وفي الغالب يكون مفاجئ. الجلطة القلبية على قولة المصريين تجي زي الأضى المستعجل، يعني فشي يعني الإنسان يقعد الصبح، في الغالب الصبح يكون يعني لأنه تكون النشاط الأقراص الدموية هي البليتلت يقول عليها تكون متهيجة، فأي أي تضيق ممكن يكون رابتشر بالبلاغ ويسد الشريان، بدل ما مثل ما واحد مجروح ويحاول يوقف النزيف، فبس بداخل الشريان تتجمع البليتلت وتسد الشريان 100% وتسوي إلى جلطة قلبية. ممكن الإنسان يصير ألم شديد، ممكن الإنسان يفقد الوعي لأنه راح يصير عنده خربطة في كهربائية القلب. أكو سؤال ممكن يطرح نفسه يقول بالبيت أني وصار زوجي لا سامح الله هيك شيء، أو صار أبويا شنو أسوي؟ يعني إذا الألم بس ألم شديد موجود وممكن تنطي أسبرين، هذا ممكن تسوي وتخابر الأسعاف. إذا فقد الوعي قدامك أو قدامك شنو تسوي؟ الشيء الوحيد اللي تقدر تسوي والأفضل تسوي هو المساج القلب، بس تسوي المساج وتخابر الأسعاف إلى أن يجون. حتى التنفس الاصطناعي ما شافوا به فائدة، بس المساج، وممكن حتى إذا فقد الوعي ممكن تضربه بوكس، يعني ضربة شديدة بالصدر، هذا الشيء الوحيد اللي ممكن ينقذ حياته. بقيت الأشياء ما تقدر كل شيء تسوي. بس تعليقا على الذبحة الصدرية، خاف واحدة ضايجة من زوجها شيء ويريد يتزوج شيء دزولنا يعني. علاج شنو العلاج؟ العلاج هو عادة نحاول نعالج الأسباب أو المسببات، وبس من يصير جلطة أو يصير ذبحة في علاجاتها معروفة، ممكن تكون بالأدوية أو تكون قسطرة أو تكون عملية جراحية. عادة تعتمد على الشخص، أول شيء الإنسان يصير عنده مرض لازم يكون خلي نقول للإنسان أول ما يصير عنده جلطة قلبية راح يصير عنده في البداية ردة فعل، في الغالب الناس عندهم كآبة، يحاول ما يمشي، يعني النوم قليل. في كثير من الناس أكو دراسة تقول كثير من عندهم حوالي 30-40% يصير عندهم كآبة وديبرشن يصير عندهم. فلذلك في البداية أكو تأهيل يعني يبدأ من البيت، طبيب العائلة والمستشفيات، في أغلب المستشفيات فيها سنتر اسمه الكارديك ريهابليتيشنز. فهذا في البداية أول ما يطلع من المستشفى يروح يراجع المستشفى، يعلموه تثقيف أول شيء، وعلموه رياضة، بعض الرياضة البسيطة، وبعدين هو يتعلم. النقطة الأخرى المهمة هي الأدوية. الأدوية هي جدا مهمة، تمييع الدم اللي هو الأسبرين جدا مهم. النوع الثاني دائما يكون المريض من يطلع يمكن يدخل المستشفى بدون أدوية، بس يطلع 4 أو 5 أدوية في الغالب، فهذا طبيعي. دواء الكوليسترول مهم جدا، ودواء الأسبرين مهم جدا، والدواء الثاني مميع للدم مهم جدا، وممكن يلحقها بونص دواء ضغط أو شيء. يعني دائما في اللي يحضر نفس الإنسان لا سمح الله إذا صار عنده ذبحة لازم يكون يأخذ 4 إلى 5 أدوية. الأكل سؤال دائما يسألون شنو نأكل، صارت هذه جلطة شنو أكل؟ يعني حتى إحنا ما نعرف شنو الأفضل، كل يوم تطلع تقرير جديد. الرسالة اللي آخر تقرير هو يقول أسوأ شيء هو الكربوهيدرات، أسوأ شيء النشويات والسكريات البسيطة. دهن ناكل، ممكن ناكل دهن بس شيء بسيط يعني هذا. فأفضل شيء هو الخضار طبعا، اللحوم ممكن تأكل لحوم حمراء مرة مرتين بالأسبوع، بس نشجع على اللحوم البيضاء هي السمك والدجاج والخضرة أكثر شيء. فأنا دائما أقول المضاعي أكل شي تريد، أنت صعب عراقي تقول له لا تأكل تمن صعبة، لبناني تقول له لا تأكل خبز هذا كارثة يعني معها. فلازم تقول يعني حاول in moderation، تقلل قد ما تقدر تقلل من هاي الأشياء يعني. بس هسه التقرير الجديد بتقول مثل ما قلت إنه الكربوهيدرات هي أسوأ شيء ممكن تأكله أنت.
البروسيجر اللي نسويها يعني الإنسان أول ما يصير عنده ذبحة أو جلطة راح يحتاج إلى قسطرة. قسطرة القلب هي ممكن تسويها عن طريق الإيد أو عن طريق الفخذ. هذه تشخيصية في البداية راح تكون نشوف الشرايين. إذا الإنسان عنده شريان واحد مضيق أو شريانين ممكن نفتحها بالبالون ونخلي شبكة. إذا ثلاث شرايين مسدودة عادة يحتاج المريض إلى عملية باي باس سيرجري. اللي عنده سكر وعنده شريانين وأكثر الأفضل يكون عنده يسوي عملية باي باس سيرجري، لأنه السكر أكثر خطورة أنه ممكن الشبكة تنسد أكثر من غيره. هاي الصورة، هاي قسطرة مثل ما يقول إحنا نسميها، هذا الشريان النازل شوف لهنا أنا أشوفه مسدود، لأن أنا هذا هو الطبيعي يكون نازل، هذا يكون من ال يسمونه النازل السفلي من على القلب إلى الأسفل. أنا أشوفه أكو خطرة بس مسدود، ما بين الخطرة بس مسدود 100% هنا الشريان. شوف هذا الواير، دخلنا الواير هنا وهذا هو الشبكة أو الستنت. في هاي بلاك دوت وهاي بلاك دوت. بعد ما يصير انفليشن سوينا الانجكت داي فتح الشريان 100%. فهذا نقول احنا نقول قسطره. قسطره هي تشخيص وممكن تكون علاجيه في نفس الوقت، بس تعطي فكره على شنو القسطره. الباي باس سيرجري الناس كلها يقول لك باي باس، انه باي باس احسن لي انه بدل الشرايين، مو تبديل الشرايين. الباي باس هو من اسمه باي باس، هو انه نسوي تحويله. يعني هاي شريان القلب هذول ثلاثه، واحد اثنين هاي ثلاثة، هذه تضيق هنا مثلا، هذا تضيق هنا. فالماي باس هذا مثلا الأزرق هو عادة هو وريد، هذا يمكن مأخوذ من الرجل مثلا، ويربطوه بالشريان الأبهر ويربطوه بعد منطقة التضيق. فالتضيق تكون يجي الدم ماشي يوقف هنا، بعدين هذا الباي باس فيكون، فما يقدروا يبدلون هذا الشريان، بس يعملون باي باس سيرجري. هذا الشريان آخر مرات واحد يشوفونه ما أخذوا من عنده شيء، ممكن الشريان يأخذوه من اللي يجهز منطقة الثدي هذا الشريان، بس ممكن بس الجراح يحوله من منطقة الثدي على الشريان هذا وما يأثر على منطقة الثدي، وهذا الشريان عادة يعيش 20 سنة بدون مشاكل. يعني فتشوف الإنسان ممكن ما أخذوا من عنده شرايين، بس استخدموا شريان داخلي موجود إليه. هذا بالنسبة للتصلب الشرايين، طولناها عليكم بس نتكلم على موضوع آخر هو عجز القلب. عجز القلب بالجهة اليمين هذا اللي يسمونه سيستوليك هارت فيلير، يعني القلب كمضخة ممكن تقل عملية التقلص ويتوسع القلب، فهذه يسمونها سيستوليك هارت فيلير، يعني هو القلب ضعيف جدا لأسباب كثيرة بس نتكلم عنها. النوع الثاني تشوفه تكون متثخن، يعني القلب عضلات القلب سميكة أكثر من الطبيعي، هذه ممكن تكون 12 مليم ممكن كان هاي 16 مليم مثلا. فالقلب يتقلص وينبسط، يتقلص بصورة طبيعية، بس عملية الانبساط مشكلة، يعني الفيلينج هو مشكلة بي. فأكو نوعين من العجز، ممكن يكون العجز بالجهة اليمين والجهة اليسار. شنو أسباب العجز القلب؟ هي أول وأهم سبب هو تصلب الشرايين. منطقة إذا الإنسان صار عنده جلطة قلبية وما انفتح الشريان لمدة يعني وذن 12 ساعة ممكن يؤدي إلى تلف أو موت هاي العضلة، وبالمستقبل تؤدي إلى ضعف عضلة القلب. فالأفضل الإنسان إذا يصير عنده أي أوجاع أو أي شيء تغير بالفتنس مالته يمشي شوي يصير عنده أوجاع، الأفضل يشوف طبيب العائلة وممكن يحول إلى طبيب قلب إذا يحتاج. الأسباب الأخرى ممكن أسباب خلقية، ممكن عند الإنسان فتحة بالقلب أو عملية بالقلب وهو صغير. السبب الآخر هو عطل في الصمامات القلب ممكن تؤدي إلى 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 الهارت فيلير. ممكن عدم انتظام دقات القلب مثل الاتيريال فيبريليشن او ارتجاف الاذينين تؤدي الى ضعف عضله القلب، وبالمستقبل يؤدي الى الهارت فيلير. مثل ما قلنا الاعراض، شنو الاعراض؟ واحد يسال نفسه يقول شنو ممكن يصير عندي، شلون اعرف اني عندي عجز قلب او لا؟ الاعراض هي في الغالب تكون ضيق في النفس،
مع من في البداية مع الإكسرسايز من يمشي من يطلع درج مكان مرتفع أضيق نفس يحس إنه أقل بالأكسجين يحتاج يوقف أكثر من مرة على مود يأخذ نفس. هذا مثل الإنسان إذا كان هو في البداية كان فت ويمشي ما عنده مشكلة يمشي كيلومتر بس بعدين يمشي 200 متر يتوقف أو يصير عنده مثل الانحلال فتيق عدم تركيز قليل ممكن يكون يختنق في الليل ممكن يكون أورام بالرجل ممكن يكون حتى قلة تركيز يصير عنده فهذه هي كلها أعراض الفشل القلب. شنو العلاج؟ طبعا أكيد تعالج الأسباب وفي الغالب يعني الأسباب هي يعني حتى لو تعالج الأسباب يبقى ضعف معين بعضلة القلب بس الأهم علاج هو يعتمد على المريض انه قله بالنسبه للاكل قله الاملاح مهمه جدا تخفيف الوزن مهم جدا اخذ الادويه بانتظام مهم جدا والادويه كثير منها ما راح نتكلم على الادويه اللي هي مدرر البول وبعض الادويه الاخرى حوالي 3-4 ادويه المريض وعجز القلب يكون ياخذ ممكن اشياء عمليات بسيطه ممكن الانسان يحتاج الى بطاريه من نوع خاص بطاريه انه ثلاثيه الوايرات يخلون فيها مثلا القلب اذا هو طريقه التقلص مالته مو منتظمه ممكن نحاول نسويها بطريقه باستخدام البيس ميكر ممكن نحاول نزيد عضلة القلب شغلها يعني نوع ثاني من الأجهزة هذا الديفبريليتر في يمكن إذا أكو ناس موجودين هنا إن شاء الله ماكو حد يحتاجه بس الديفبريليتر مثل النعاش أو نتلة كهربائية بس داخلية تكون الشخص اللي عضلة القلب تشتغل أقل من 35% إحنا الأفضل إنه يسوي هذا الجهاز مجرد واير يدخل بداخل بالجهة اليمين من القلب وكوب بطارية تحت الجلد هذا مثل الحارس الشخصي إذا صارت عنده جلطة أو صارت عنده عدم انتظام دقة القلب أو سكتة في مكان معين هذا بطريقة يكون هذا ذكي الجهاز بطريقة معينة يكتشفه ورأسا ينطي نتلة كهربائية مثل حتى المرضى يصفوها يعني أنه مثل كأنه شلون يعني رفسة مع الحصان يعني ضربة قوية جدا يحس فيها الشخص وترجعه وبعدين ممكن نكتشفه ونحاول نسوي البروغرام مالته. الأشياء المهمة اللي إحنا ننصح فيها بالنسبة للناس اللي عندهم عجز قلب إن يأخذون الفلو فاكسين مهم جدا ويأخذون كل سنة وكل 5 سنوات يأخذون النيموكوكال فاكسين. شو يحتاج أبو المريض عجز القلب يحتاج تيم متكامل يبدأ من البيت واهتمامه بالأكل واهتمامه بالأدوية مالته إلى طبيب العائلة إلى طبيب الاختصاص إلى في كل مستشفيات عادة أكو يعني هارت فيلر نيرس يسموها عجز قلب تكون هذا مختصة وحتى ممكن تتصل في المرضى بالبيوت ممكن نسوي لهم education فهذه جدا مهمة احنا نشجع عليها لأنه المريض من يروح يشوف بالمحاضرات يشوف مرضى مثله يصير مور يعني خلني نقول يتعايش مع الوضع أكثر ويتثقف أكثر فنشجع على من هيك محاضرات يعني. مرض أخير وما راح يطول إن شاء الله هو الأتيريال فيبريليشن أو مرض اسمه ارتجاف الأذينين يعني لو شوف هنا بالصورة هذا الطبيعي القلب يبدأ منه الكهربائية القلب أو نبضات القلب تبدأ من هذه المنطقة وتمشي منتظم بإنسيابية لهذه المنطقة وتقل نبضات القلب هنا من 200 إلى توصل إلى 70 بعدين هاي نبضات القلب تدخل إلى البطينين. الأتيريال فيبريليشن يصير نبضات القلب عشوائية فيصير كأنه القلب مثل الكونفيوز فتصير نبضات القلب سريعة وما منتظمة يعني حوالي توصل ل180 ممكن فهذه دائما تصير فيها أسباب كثيرة ومسببات كثيرة يعني أهم الأسباب هو ارتفاع ضغط الدم السبب الثاني هو السكر السبب الثالث هو تصلب الشرايين أسباب أخرى وقتية ممكن واحد يصير عنده التهاب فيروسي بسيط التهاب مجاري بولية التهاب صدري
الصدر فلو بسيط وراء عملية، وهي كلها أسباب تؤدي إلى عدم انتظام دقات القلب. أسباب أخرى هي اللي هي إذا تصلب عفواً إذا تهدل بالصمام، السليب أبنية مثل ما قلنا وراء كل العمليات، أو أكو خلل كهربائية القلب نفسها. شنو الأعراض اللي عدم انتظام دقات القلب؟ هي عادة نبضات سريعة، ممكن غثيان، ممكن ضيق نفس، ممكن ألم في الصدر، قلة الحركة، يمشي 100 متر يحس نفسه تعبان ويحس نبضات قلبه سريعة. هذه في الغالب ثلاث أنواع هي. النوع الأول يكون يروح ويجي باراكسيسمال، يروح ويجي من كل سنتين، كل سنة يجي مرة واحدة مثلا نشوفه من الكريسماس مثلا، الناس يشربون الكحول كثير، بعض الناس في استراليا يجون في مستشفيات تكون كثير عندهم يشرب الكحول كمية كبيرة، يجي في كريسماس نبضات سريعة، بس تدخل المستشفى يوم يومين يروح وحده. هذه وقتية تكون في الغالب. أو الغدة الدرقية، إذا الغدة الدرقية أوفر أكتيف بعد علاج الغدة ممكن ترجع طبيعية، فهذه تكون تروح ويرجع. النوع الثاني اللي هو البيرسيستنت، هذا اللي يبقى أكثر حوالي سنة أو أكثر. النوع الثالث هو البيرمننت، هذا مزمن، ممكن تكون عندك أنت عدم انتظام دقات القلب وتعيش حياة طبيعية، بس لازم تكون نبضات القلب تحت 100 ما تحس فيها. بس أكو أشياء أخرى ممكن لازم ننتبه عليها، اللي هي انه ممكن هذا عدم انتظام دقات القلب يؤدي الى مضاعفات اخرى، مضاعفات على القلب ومضاعفات على الدماغ. عاده عدم انتظام دقات القلب هو مرض مع العمر، يزيد مع العمر. حسنا يعني نسوي احصائيه، عمر 75 الى 79 حوالي واحد كل 10، يعني 10% من الناس عندهم، ممكن عندهم ما يحسون فيها اصلا. النوع الثاني الاعمار الاخرى 80 الى 84 13%، اكثر من 85 حوالي 18% عندهم. ف 61% من الناس اللي عندهم عدم انتظام دقات القلب او ارتجاع في الاذينين هم يكونون اكثر من عمر 75. هذا اخر سلايد، بس حبيت اقول انه مضاعفات هذا المرض ممكن مضاعفات يعني كارثيه، يعني ممكن تؤدي الى جلطه دماغيه او تؤدي الى الموت. هذا عدم انتظام دقات القلب لازم يكون، اذا الانسان عمر معين وعنده امراض اخرى مثل ضغط الدم وسكر، هذول يكون عندهم ريسك اكثر، لذلك علاجهم لازم يكون ننطيهم مميع للدم اقوى من الاسبرين على مود يمنع الجلطه. كانه نتخيل القلب بدال ما يتقلص بهذه الطريقة يرجف، فمثل تجيب أنت فول كريم ميلك، إذا يشيكت يطلع الزبد، فيصير خطرة بداخل القلب، الخطرة من تطلع تروح للدماغ، ست شريان كبير تؤدي إلى جلطة يعني كبيرة. والسرعة ممكن يأثر على القلب نفسه، يعني إذا القلب يشتغل أكثر من الطبيعي مرتين ممكن يؤدي إلى ضعف عضلة القلب ويؤدي إلى فشل القلب. هذا ما حبيت أحكي وياكم، وإن شاء الله كنت موفق، وإذا احتاجيت أي شيء بعد الجلسة حاضين لنجاوب على أي سؤال. شكرا دكتور حامد، شكرا جزيلا. بس إذا تسمح دكتور حامد نفتح المجال لثلاث أربع أسئلة إذا ما عندك مانع. ما عندي مانع، ويعني دكتور حامد موجود وراها، نأخذ استراحة نشرب شاي، بس إذا عنده سؤال، بس إذا أكو أربع خمس أسئلة يعني قبل ما نأخذ الاستراحة. خليني نفتحها مع المهندس نصير. شكرا دكتور على هذا الإيضاح الرائع، وأني باعتباري معميل هارت أتاكس، فكلش استأنست واستوعبت اللي تفضلت به. عندي سؤال شوية سبيسيفيك خاصة على الهيستوري مالي. هل هناك فد مقياس لتفريق الشست بين من أن يكون دايجستيف لو هارت ريليتد؟ هاي وحدة. وهل التروبونين التحليل ماله من يكون عالي دفنتلي معناته هذا القلب موجوع؟ وشكرا. مثل ما قال السؤال سبيسيفيك، هو انه التفريق بين الالم المعده والم القلب مو سهل. في كثير ناس يجوب هذا الموضوع، بس الالم اذا كان مع الجهد
حتى لو كان من معدة لازم تفكر يكون ممكن يكون من القلب. بس الألم إذا كان بعد الأكل مثلا أو في ممكن حرقة كذا ممكن تجرب تأخذ المايلنتا أو تجرب تأخذ هذا الشيء. بس إذا ما راح still لازم تفكر، خصوصا أنت إذا أحكيك specific، أنت تعتبر مثلا هاي ريسك صار عندك قبل، فأي شيء شك بي لازم تروح على الطبيب مالتك. فمو سهل تفرق بين هذا، بس في الغالب يكون مع الجهد الألم، وإذا ترتاح يروح. هذا يكون في القلب أكثر مما يكون من المعدة. بعد الأكل ومن يكون مرتاح ومثقل بالليل وصار عندك وجع ممكن يكون من المعدة، جرب شوية، إذا ما راح خابر الأمبولنس. هذه سؤال. السؤال الآخر اللي هو سؤال سبيسيفيك، التروبونين اللي ما يعرفونه هو هذا إنزيم ينفرز عادة من يكون أكو ضغط على القلب أو ستريس على القلب شوية. هذه المادة حساسة جدا، فالإنسان يصير عنده وجع، لذلك يروح المستشفى يسوي له فحص الأولي. إذا الفحص الأولي جيد ممكن يخلوه ساعتين ثلاث ساعات يسوي فحص آخر. إذا طبيعي يقولوا له ما عندك هارت أتاك. بس جوابا لسؤالك، التروبوني لأنه هو حساس جدا ممكن يزيد في كثير من الأمراض الأخرى. ممكن الإنسان عنده التهاب في الصدر أو عنده ذات الرئة ومريض جدا، يدخل المستشفى بس صار عنده أوجاع بالصدر يسوي له فحص يطلع التروبونين مرتفع شيء بسيط، بس مو بالآلاف، مثلا 50 100 هيجي شيء. بس إذا 1000 2000 هذا عادة يكون أكثر سبيسيفيك للهارت اتاك. ممكن جلطة الرئة ممكن تؤدي إلى ارتفاع، ممكن كثير كثير من الأمراض، حتى التهاب فيروسي مثلا التهاب المعدة ممكن يؤدي إلى ارتفاع، يعني يخلي القلب يشتغل أكثر، ستريس على القلب شوية فتنفرز هذه المادة وتطلع بالدم. فيعني مو بالضرورة تكون 100%، بس إذا ألم خلينا نقول يشبه أمراض القلب كأنه ذبحة صدرية، ألم شديد وتخطيط شوية والفحص التروبونين عالي، هذا يكون على الأكثر هو. شكرا دكتور حامد. سؤال آخر. يعني محاضرة جيدة جدا، لأنه كثير من الناس اللي قاعدين ما يعرفون هالأشياء هاي اللي ذكرتها أنت. بس سؤالي أنه إذا واحد عنده ضغط وإذا صعد مرتفعات أو بالطائرة يأثر هذا الشيء على اللي عنده ضغط؟ إيه سؤال. هو بالطائرة ما يأثر إذا أنت إذا الضغط مسيطر عليه، بس إذا ما مسيطر عليه لأنه ما نشجعك تروح الطيارة والضغط ما مسيطر عليه، ممكن يؤدي إلى نزيف، ناس يصير عندهم نزيف من المنخار، نزيف دماغي. بس إذا الضغط مسيطر عليه لا بأس للسفر، ما يأثر عليك. شلون نسيطر؟ يعني بهالحالة إذا عنده أدوية وده يأخذها باستمرار بانتظام يشوف الطبيب مالته ويشوفه يقيس له الضغط ويشوف الأدوية. إذا ضغطه دائما هو تحت 140/90 هذا ضغط مسيطر عليه، هذا ممكن تعيش حياتك طبيعية. الإنسان اللي عنده ضغط إذا يتعالج علاج مضبوط يكون يتصرف طبيعي. هذا الفكرة من علاج الضغط، يعني هو المرض الوحيد إذا تعالجه ممكن تمنع، مو 100% بس خلينا نقول 95% تمنع الأشياء المضاعفات اللي ممكن تؤدي إلى أسباب ارتفاع ضغط الدم. شكرا دكتور حامد. سؤال آخر. شكرا دكتور حامد. أنا أكرم حنوش من الجمعية الكلدانية. سؤالي هو أنا من الناس نسوي عملية 3 عمليات مع القلب. أوكي. فصار لأكثر ما 13 سنة أول عملية سويتها باي باس. أي. فعندي الأدوية اللي داخذها من طبيب العائلة وطبيب الأخصائي هي نفس الأدوية داخذها خلال 13 سنة. هل يحصل تغيير في خلال هذه الفترة بأن العمر تزيد؟ المشاكل ما يبي تتحصل بغير مكانها تمينة. وكل ما أروح أراجع الطبيب يقول لي تستمر على نفس الأدوية مالتك وأنت زين. فأني مرات يصير عندي مثل مشاكل أخرى بغير مكانات أو بنفس القلب، فما كنت تغيير الأدوية. أنا صار 13 سنة داخذ نفس الدواء، يعني مع القلب 4-5 أدوية داخذها النفس هي ما تتغير. هل هذا الشيء نفسه صحيح أو أكو تغيير بالأدوية اللي داخذها خلال هاي الفترة كلها؟ شكرا جزيلا. سؤال جيد. بالنسبة للأدوية خلينا نقول 15 سنة اللي فاتوا أو حوالي 20 سنة اللي فاتوا، الأدوية
تقريبا هي نفس الأدوية. في البداية مثل عندك بايباس سيرجري أنا متأكد تأخذ أسبرين أو تأخذ نوع ثاني إذا مميل للدم، وتأخذ نوع من الأيسين هبتر أو الضغط، ودواء الكوليسترول تأخذه، والبيتا بلوكر هذا واحد من الأدوية. فأربع أدوية هذه نفس الأدوية، بس الفكرة المتابعة أنه كيف انه هذه الادويه تكون تشتغل او نكون هاي الادويه يعني ما تحتاج اكثر، هو تعتمد على نبضات القلب، تعتمد على ضغط القلب، وتعتمد على الايكو اللي يسوي لك الطبيب القلب كل 6 شهور او كل سنه يشوف لك عضله القلب. ادويه جديده ماكو ادويه جديده، بس فقط اكو دواء جديد واحد يمكن الاطباء العائله يعرفون به من شهر 6 بدينا نستعملها في استراليا على الميديكير. هذا الناس اللي عندهم عجز قلب وعضلة القلب لازم تشتغل أقل من 40%، والمريض عنده أعراض ضيق نفس وتعب بالرغم من أنه يأخذ أدويته، هذا الدواء هو غالي جدا طبعا، حباية واحدة $8، بس الميديكير يدفع إذا عندك هاي إذا عندك عجز بالقلب وعندك أعراض وتعب ومضاعفات، وقف واحد من الأدوية اللي هو الأيس إنهبيتر ونعطي بدالة هذا الدواء. دواء جديد ماكو، بس هذا الدواء الوحيد جديد. يعني الأدوية هي أنه مو الإنسان ها إنه صار لي 10 سنين نفس الأدوية لازم نغيرها، لا، هو هذا الأدوية اللي عن تجارب شافوها إنه هي هذه مفيدة بالنسبة لك، حتى لو ما تحس فرق بس هي هذه مفيدة، لأنه نعرف إذا وقفتها ممكن لا تؤدي إلى مضاعفات أكثر. يعني بس هل صعب إنه الطبيب ده يقول لك تأخذ هاي الحبائب الأدوية طول العمر؟ طول العمر طبعا ما كنت أركمه. إيه، لأنه إحنا الدراسات تقول طول العمر، يعني صار لنا عندنا خبرة بهالموضوع أكثر من 20 سنة بهذول الأدوية يعني. شكرا دكتور حامد. السؤال الأخير وبعدين الدكتور موجود هنا إذا حد بيسأله، لأنه عندنا فترة تجاه بس طلال. دكتور حامد، خلال شرحك الإنسان إذا يتعرض إلى ذبحة أو إلى هارد أتاك المفروض يصاحب أعراض، ممكن أن يصاب بدون أي أعراض؟ والتفسير شلون يصير هالشيء هذا؟ إيه، مثل ما قلت لك أكو الذبحة الصدرية في الغالب المريض ينطي أعراض، يعني كل ما يمشي في البداية يكون يمشي مسافة كبيرة، مثلا من يركض يصير عنده وجع، يوقف يروح الوجع، بعدين يبدي يقل، يمشي سريع يصير عنده وجع، بعدين يمشي أقل يصير عنده وجع. هذه الكلاسيك، يعني هذه الطبيعية الذبحة الصدرية اللي تصير لكل المرضى. بس الجلطة القلبية مختلفة، الجلطة القلبية تجي مفاجأة، لأنه الاختلاف الجلطة عن الذبحة، الجلطة في الغالب الشريان ما متضيق كثيرا، يعني حوالي 60%، بس أكو التهاب داخل شريان القلب، أكو التهابات، الأشياء اللي تؤدي إلى تهيج هذه الخثرة هو ممكن دخان، ممكن ستريس، واحد متعارك ويا مرته، أو رجال مبوجة. زين، ممكن يعني مرات تصير انفجار داخل هذه الخثرة وينسد الشريان مفاجأة وما تحس بيها. في كثير من الناس يقول لك أنا ما كان عندي أعراض، هاي الجلطة في الغالب، بس الذبحة أكو أعراض. أكو نوع ثاني من الجلطات على 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 ذكر هذه، أكو شيء اسمه broken heart syndrome يسمونه، يعني أي فمثلا وحدة زوجها مثلا لا سمح الله مات أو عافها أو تصير عندنا هاي الحالات، في الغالب تصير في النساء أكثر شيء، في النساء أكثر شيء تنطي الأعراض كأنه جلطة يعني ألم شديد، وبالتخطيط يبين شيء بسيط حتى الفحص الإنزيمي يكون مرتفع، نسوي قسطرة ما يطلع أي شيء، بس نسوي إيكو يطلع مثل البالون، هاك تشوفوها باليابان، عادة يكون القلب يصير مثل البالون، فهذا أسبابه هو إفراز بعض الأدرينالين بالجسم، الإموشن، فينطي الخلي القلب يشتغل بسرعة، وكأنه انسدادات بسيطة تصير بالشعيرات الدموية تؤدي إلى هذا الأعراض. في الغالب هو يرجع بعد أسبوع أسبوعين، تشوف تعيد الفحص الإيكو يرجع طبيعي.
فأكو هيجي حالات بعض الأحيان تصير يعني. شكرا دكتور. آخر سؤال دكتور. آخر سؤال هنا. بس ممكن دكتور درين. سوري طلع. بس الحالة إذا تبين بعد فترة إنه بالفحص التخطيط القلب صاير يعني أكو آثار جلطة بس الإنسان هو نهائيا مش عارف بيها. أكو سائل لم يشفى. أي. ولا أي شيء يعني كأنه حالة طبيعية إنسان عايش طبيعي. أي. بس بالتخطيط يبين إنه آثار جلطة. التخطيط سؤال آخر. التخطيط بعض الأحيان تبين مثلاً واحدة من الليدز كأنه جلطة مو ضروري يكون جلطة تقدر لازم تأكدها فحص الإيكو وشوف إذا المنطقة ميتة معناها ممكن يصير سائلة هارت أتاك. هذا سؤال هم جيد إنه ممكن الإنسان يصير عنده جلطة ما حاس بيها خصوصاً الأعمار الكبيرة في السن لأنه الأعصاب يعني ضعيفة فما يحس بالوجع أو فجأة صار عنده مثل الحرقة بالمعدة مثل ما وكأنه مشت الأمور وشريان صغير هو انسد ما سوى مضاعفات كبيرة بس سوى جلطة. الأمراض السكر يصير عندهم جلطات ما يحسون فيها نشوفها هاي الحالات بس التخطيط وحدة مو كافي لازم تسوي إيكو تتأكد إنه الجلطة موجودة. إذا الجلطة موجودة لازم تدور على الشريان الأخرى لأن ما راح تحتاج تفتحها في الشريان معناها ما سوى دمج كبير وبس تحتاج علاجات على تمنع جلطات المستقبلية. شكرا دكتور. آخر سؤال. عفوا دكتور رعد قدسي. دكتور أسألك على المواد الغذائية اللي ذكرتها أنه ما قفت مادة غذائية تفيد الإنسان في حالة القلب لكن البحوث الأخيرة تركز على جماعة البلوبيري اللي هي الستروبيري والبلوبيري وغيرهن فما أعرف هذه المادة الفعالة اللي بيها هي طبعا البولي فينولز فشلون تأثيرها ده تأثر أنه تسوي دس ليبيديميا تسوي تسوي الجلوكوز ميتابوليزم فشلون ده تشتغل يعني لأنه which way تشتغل والله أنا ما أعرف إذا أنت ما سامع بها إذا أنت عندك معلومة يعني بالعكس تستبرم عندك يعني أنه حوالي half a cup بالأسبوع two times كل تأثر كمادة تختلف عن بقية يعني في كثير مواد تأثر على القلب لكن جماعة البيري كلش الآن بحث عليها يعني يتقل شنو الفكرة مالها تصير هي تشتغل على البوليفينول وبيبا مادة السيانو في مادة كيميائية تشتغل على يعني يمكن يعني ما عرفت ممكن تقلل الكوليسترول قصدك يعني بالضبط هو 100% لأن سوي دس ليبيديميا 100% بس ما عرفت يشتغلون عليها هو يعني سواء كان ليكو يعني جوس أو فروزن أو أي أو ناتشرال هي الدراسات موجودة مثل ما قال دكتور دريد بس معلومة بسيطة للناس اللي عندهم كوليسترول أو عندهم جلطة قلبية أو كذا في كثير من الناس يقول لك أنا راح أعتمد على دايت معين مثل حضرتك يقول أخذ هذا ما أريد أخذ دول كوليسترول إحنا لا ما نشجع على هذا الشيء لأن دول كوليسترول بي ميزة أخرى مو فقط ينزل الكوليسترول بي أنتي إنفلاماتري بي يوقف التهيج هذه ممكن الإنسان عنده كوليسترول عالي أو عنده قصدي عنده الكوليسترول مش مرتفع كثير مثل 5 بس بداخل الشريان متهيج شرايين يعني الالتهاب موجود فهذا بي ميزة معينة ما نعرف حتى أشياء معينة ما نعرفها شنو بي مثل أنتي إنفلاماتري خلي هاي الطبقة الموجودة بداخل القلب مستقرة داخل الشريان مستقرة عمود يمنع بعض الناس ما يقدرون يأخذون دواء كوليسترول وواحد بعده موجود هنا سيعرف نفسه نسوي له كونسيشن ما يخالف